نبدأ بقمة المستقبل والتي شاركت فيها مصر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان هذا الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة العمل مع دول كافة لتحقيق مستقبل أفضل يعكس قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق الرخاء لشعوب العالم. وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة من أجل المستقبل تتناول موضوع المناخ في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحذر المشاركون من تنامي انعدام الثقة بين الدول مع تزايد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. ترحب مصر بقمتنا اليوم ونراها فرصة لتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على الدول النامية وتؤثر على مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة. دكتور ياسر مساء الخير. مساء النور يا فندم على حضرتك ومشاهدينك الكرام. يا فندم، يعني قمة المستقبل، يعني في العديد من المجالات سواء التنمية المستدامة، تحقيق السلام، يعني تنمية فكر ووعي الأجيال القادمة، يعني كيف ترى أهمية هذه القمة والتي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هو أمر غاية في الأهمية طبعا، يمكن موضوع قمة المستقبل كان نادى بيها وكان نداء من الأمين العام للأمم المتحدة، دعا من خلالها كان الكلام ده في 2021 اللي كانت دعوة من خلاله ومن خلال الأمم المتحدة إن أنفذ برامج التنمية المستدامة بس تحت مسمى جديد بقى يعرف باسم قمة المستقبل. والنهارده بقى تم التجديد من خلال المطالبة أمس بموضوع قمة المستقبل. احنا حددنا ايه يا فندم؟ زي ما حضرتك ذكرتي ان انا بحدد معايير جديده، ويمكن احنا لو اطلقنا على هذه القمه نطلق عليها قمه الامم المتحده في ثوبها الجديد، من خلال اولا احنا بشوف ايه هي القرارات وايه هي الالتزامات اللي من خلالها، طبعا كل الامور دي او قمه المستقبل بتتكلم في امور طويله الامد، طويله الاجل، الاجيال المستقبليه، الاجيال القادمه، عشان كده سميناها قمه المستقبل. يمكن احد اهم هذه الامور ومن وجهه نظري ان انا شايفها ان ازاي باشرك الشباب بصوره جديه في صنع القرار واتخاذه، وازاي تركيزي بشكل مهم جدا على تحسين القدره على مواجهه الصدمات العالميه والازمات العالميه. كمان يا فندم اكدت هذه القمه من خلال الالتزام او تبنيها للالتزام بالقرارات طويله الاجل، ويمكن الدول الناميه من اهم الدول المضاره من خلال المناخ والاضرار المناخيه والاضرار الناجمه عن الاضرار المناخيه. في امر بغايه في الاهميه كمان يمكن لفت نظرنا ان ازاي يبقى في قياس تقدم العنصر البشري بمزيد من الفاعليه والنجاح. هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا بعض المقاييس القديمه اللي موجوده بالفعل، يعني على سبيل المثال الناتج المحلي الاجمالي، مفاهيم عبء الديون، لا هو محتاج بقى يغير. التغيير هنا وعشان يتناسب او لكي يتناسب مع المستقبل بقى عندي مقاييس جديدة. مقاييس جديدة. طب دكتور ياسر، يمكن مبادرة مصر يعني بداية لبناء أجيال جديدة وبناء الإنسان، وكان حتى أنطونيو جوتيريش يمكن كمان أيضا أكد على ثقته بهذه المبادرة ويمكن دعم مصر فيها. طيب تأثير قمة المستقبل على تنفيذ مثل هذه المبادرات الداخلية أو الموجودة داخل مصر، ومدى الاستفادة من هذا الدعم الدولي لتحقيق أسس التنمية المستدامة بمصر؟ شوف يا فندم، المبادرات اللي الدولة المصرية، يعني أنا لو أخذنا أهداف قمة المستقبل هلاقي الدولة المصرية لما تتقدم الدولة المصرية بتتسارع بالسين في عملية تسارع إن هي تغطي كافة المحاور. يعني لما قمة المستقبل النهارده بتتكلم على إشراك الشباب بصورة جدية في صنع القرار واتخاذه، الدولة المصرية أكدت هذا الأمر يمكن من النصف الثاني ل 2014 واشتغلت عليه، وكمان مؤخرا في 7 سبتمبر لما اطلق مع فخامة رئيس الجمهوريه موضوع مبادره بدايه لتهيئه العنصر البشري.
هنا الأمر مكمل لقمة المستقبل، لكن الدولة المصرية، لعيني أؤكد لحضرتك أن الدولة المصرية تبقى بخطوات أو في حداثة في الفكر المصري من خلال إشراكة الشباب، من خلال الاستراتيجية القومية الـ 2035 الخاصة بالتغيرات المناخية والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وإزاي الدولة أكدت على القدرة على حماية المواطن من هذه الأضرار، إزاي الدولة اتكلمت عن الاستدامة والرفاهية، إزاي الدولة اتكلمت على الصحة والتعليم من خلال حتى لو شاهدنا من خلال التغيير الوزاري الجديد بقى عندنا استحداث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، اهتمامنا أكد على مستوى التعليم على مستوى الصحة الاتفاقية. احنا بنتكلم كمان ويمكن الدولة المصرية لما شوف في هدف محدد لهذه القمة ان الاتفاق على الرؤية او الرؤية للتكنولوجيا الرقمية بقى. ليه؟ عشان ده امر غاية. طب دكتور ياسر، كيف نسخر التكنولوجيا الحديثة لتحقيق السلام العالمي؟ يمكن كما شاهدنا من خلال تطورات الواقع ومعطيات الواقع في منطقة الشرق الأوسط، من الممكن أن تكون التكنولوجيا مهددة أحيانا، يعني كيف نحقق هذا الأمن التكنولوجي واستخدامه السليم في تحقيق التنمية المستدامة؟ بحي حضرتك على هذا التساؤل، لان يا فندم احنا عندنا الذكاء الاصطناعي الاي اي، يمكن كان في 2018 كان عندنا مؤتمر العموم الافارقه وكان موجود بتستضيفه الدوله المصريه، كان عندنا التجربه يمكن اشاروا الى تجربه بتسوانا لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، ساعدنا على الشفافيه، ساعدنا على محاربه الفساد. فمن هنا اقدر اقول ان التكنولوجيا باستخدامها والاستراتيجية القومية للدولة المصرية للتطوير أو تطوير شبابنا للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتحولات الرقمية للدولة المصرية بتنتهجها والاي اي وإدخاله في كافة المحاور، هنا هيساعدني على الشفافية، هيساعدني على تحجيم فرص الفساد، بالتالي هيزود لي الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية أيضا. ليه؟ لأن التكنولوجيا النهاردة لو قلنا إن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة، أيضا البنية التكنولوجية أمر مهم جدا لإحداث تنمية مستدامة حقيقية. طيب دكتور ياسر، هناك أيضا شق آخر، يمكن أيضا قمة المستقبل لا تخلو من معطيات الاهتمام بتحقيق السلام العالمي، تحقيق السلام في منطقة القرن الإفريقي، هل من الممكن أن تكون هناك خطوات يتم البناء عليها في تحقيق السلام في منطقة القرن الإفريقي، ما يتعلق مثلا بملف المياه، ملف التنمية المتبادلة ما بين دول القارة؟ طبعا يا فندم، احنا النهاردة لو اخذنا قمة المستقبل وقارناها بخطة برؤية افريقيا 2063، سنجد ان النهاردة التركيز القارة الافريقية بين الطموح والاهداف، تركيزها اساسي ان عايز تعمل انتعاش وزيادة معدلات النمو، وده من خلال ايه؟ من خلال العمل الجدي. اولا مهم جدا ان انا استخدام سلمي ومستدام لداخل القاره الافريقيه. قمه المستقبل هذه بتشير للاستخدام الامثل والاصلاحات الناجمه عن ما تحدثه الطبيعه او الاستخدامات السيئه للطبيعه، ده اساس ايجابي على العالم ككل ولا سيما القاره الافريقيه من خلال الصراعات الناجمه الداخليه والتهديدات الموجوده بالفعل داخل القاره الافريقيه اللي بتهدد مقدرات ومكتسبات افريقيا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر شحاته استاذ الموارد البشريه والتنميه المستدامه.